الرئيس النهارده ايضا اتكلم عن الكهرباء، وهي شأن يؤرق الناس جميعا. انقطاعات الكهرباء شأن يؤرق الناس جميعا، واتكلم عن اسباب انقطاعات الكهرباء وهي اسباب ماليه، واحنا اتكلمنا في هذه الامر قبل كده كتير. قلنا ان سبب انقطاع الكهرباء ليس في الشبكات ولكن في نقص تمويل الوقود اللازم لهذه الشبكات. الرئيس النهارده اتكلم عن هذه الاسباب وفسرها وقال انه أنا لو عايز الكهرباء ما تقطعش لازم أغليها على الناس، هل الناس هتستحمل؟ نسمع ما قاله الرئيس. الدولة في النهاية موازنة، هي طاقتها المالية كده. فما أعرفش الدكتور مات ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في إيه؟ ما تتكلموا تقولوا حاجة، ما تقولوا الحكاية إيه للناس؟ ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ ما تقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاته. عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار ال 24 ساعه مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثه. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونيه وزاره الكهرباء لوزاره البترول قد كده، طب ما بتدفعش ليه؟ اصل انا اللي باخده اقل من الثمن وبالتالي انا مديون لوزاره البترول. طب وزاره البترول انت عندك مشكله في ايه؟ يقول لك ما انا بديله الحاجه باقل من ثمنها، فانا عندي مشكله في ان انا اجيب البترول والطاقه اديها له بالثمن دوت. وبقيت الشركات اللي شغاله معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا وانا بقيت مدين. طب ده مدين وده مدين. الكلام ده مش وليد النهارده، ده وليد ممارسات احنا ماشيين بيها بقالنا سنين. وكنا عملنا خطه في 2016 عشان نخلي ثمن الحاجه قد ثمن تكلفتها، لكن لازم تحط في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الأزمة بتاعت كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة والحروب اللي حوالين مننا وتأثيراتها علينا. ولازم الحقيقة أحيي الرئيس على الشفافية وعلى مصارحة الناس وعلى المكاشفة، وشكرا ان هو طالب كمان الوزراء وان هم يتكلموا الحقيقة، لانه احنا محتاجين ان احنا نسمع مزيد من التفسيرات. الناس محتاجة تفهم مزيد من الامور علشان تقدر انها تفهم هو بيحصل ده ليه، وليه ده حصل دلوقتي، وليه الكهرباء بتقطع، ليه العيش كذا، ليه الاوضاع الاقتصادية فيها مشكلة. زي ما بنتكلم في الحلول لازم ايضا نسمع المشاكل ونسمع كمان وجهات النظر المختلفة سواء من الحكومة أو من الجهات الأخرى المستقلة.